بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، أقامت جمعية الإحصان الخيرية احتفالية تضمنت فقرات فنية وترفيهية ومسرحية وأنشطة رياضية منوعة لإدخال الفرح إلى نفوس الأطفال في المركز الثقافي العربي بالقامشلي. نشاطنا هو احتفال بيوم الطفل العالمي. نشاطاتنا اليوم كانت عن مسرحية لحقوق الطفل، كورال، مشروع التعليم ممول من قبل منظمة اليونيسيف، منظمة رعاية الطفولة. أحب أشكر منظمة رعاية الطفولة لاهتمامها بأطفالنا، تقديم كل احتياجاتنا في المنطقة. هذه الفعالية تقام لأجل الطفولة، ونحن هنا ندعم كل هذه النشاطات والفعاليات المجتمعية والإنسانية، وخاصة التي تدعم الطفولة. حبينا نحتفل كلياتنا مع الأطفال. طبعا مو شرط اليوم يكون اليوم الطفل المحدد، لازم عنا الأهالي المجتمع كامل يعتبر الطفل كل يوم عيد عنده بدون تعنيف. مدارس، تعليم، هدول أولويات أولويات أولويات، والأخص عدم العمالة، هاي أهم شيء أقدر أقوله. يعني كله ست حواب براءة درة، دعوني مثل عصفور. الاحتفالية التي تضمنت توزيع الهدايا تهدف إلى دعم الأطفال نفسياً عبر تنفيذ نشاطات فنية ترفيهية متنوعة تضمنت لوحات تبين حقوق الطفل ومسرحية فنية راقصة.